كلمات الأغنية تقول: أنا صوت تاريخك، لا تخاف اتبعني. وكأن النمر يتألم كثيرا بابتعاد جماهيره وعموده الفقري. نعم، أحببنا أو كرهنا، الجماهير الاتحادية غير في السعودية، بعيدا عن الانتماء وبعيدا عن التعصب. لماذا عزفت الجماهير عن الحضور وهي التي اعتادت أن تداوي جراح فريقها مهما كانت الأزمات؟ بين الصورتين ذات الشخص، حركة الثقة قبل سنة لا يساويها الهروب هذا الموسم. الاتحاد يعاني، نقطة على السطر. أحببت أن أبدأ هكذا قبل الكلاسيكو الكبير الذي اعتدنا أن نشاهد جماهيره حاضرة بقوة مهما كانت المسافات. فهل هي العودة على أرض النصر؟ النصر والاتحاد ظروف مختلفة. فريق يتصدر ومنتش ببطولة السوبر ولقب سابق في حوزته، واتحادي بعيد عن المشهد. تأمين الصدارة لا يساويها الابتعاد عن خطر السقوط. إن شاء الله بإذن الله مباراة تليق بسمعة الكرة السعودية قبل كل شيء. هي المباراة 22 في مشوار الفريقين في دوري المحترفين. فاز النصر في 11 مواجهة، وكانت الحصيلة 6 انتصارات اتحادية وبينها تعادلات 5. قبل سنة فاز النمر على النصر في آخر مواجهة في الدوري بينهما بثلاثة أهداف لهدفين. عامل الأرض والجمهور سيكون في صالح النصروي بقيادة فيتوريا المتعطش للمزيد من الأرقام المميزة بعد انتصارات 3 متتالية. واتحادي وإن عاد بتعادل أمام الفتح، إلا أنه لم يحقق المراد قبلها، وفوز وحيد في 8 مباريات رصيد لا يحسد عليها. هي ربما نهاية الرحلة للهولندي تينكيت الذي لم يجد التركيب منذ قدومه. يبدو أن التحدي ليس اتحادياً وفقط. فيتوريا والصدفة التي وضعته مرتين أمام الاتحاد، لكن الفوز لم يكن حليفه. فهل يفعلها الجمعة أمام غيابات بالجملة لحارسي جونز ووليد عبد الله الذي تدور شائعات حول جاهزيته للقاء، ومايكن وعمر هوساوي والبدلاء حارس الشاب زيد البواردي والمدافع نايف الماس؟ بجانب عبد الله مالك. تنك قوة النصر في خط الهجوم، في المهاجم عبد الرزاق حمد الله، وفي ثلاثي الوسط احمد موسى ومودين رابط وجوليان. اخشى من النصر وضيع الفرص طبعا اذا مات فيتوريا حاول انه يصحح الاخطاء، فحتكون مباراة عليه صعبة. تنيات الفريقين التوفيق، وان شاء الله ان مباراة ممتعة. أما الاتحاد فليس بأفضل حال. بريغوفيتش فضل الرحيل إلى تركيا للحديث عن مستقبله الكروي. مشهد جديد في كلاسيكو تبرز فيه الأسماء القوية، وتنافس اسمه المغربي حمد الله الذي سجل 10 أهداف في 11 لقاء مقابل 9 أهداف للبرازيلي رومارينيو في 13 لقاء. هذا انه يعني يطلع ايجابيه في الوضع الراهن الحالي والظروف اللي صايره، فان شاء الله يعني اتوقع انه حتكون اقل حاجه يطلعوا متعادلين 0-0 او 1-1. هنا حمد الله الهداف يريد الابتعاد عن الاسد غوميز، فهو من خاض 3 مباريات ضد النمر الاتحادي في الدوري والكاس وحصد سداسيه كامله. فهل يفعلها من جديد، ام ان الكلمه ستكون اتحاديه وستعود الجماهير الى سابق عهدها بصوت واحد؟ راديو صلاح، صدى الملاعب. ابدا معك ابو سلطان. دائما الاتحاد بشكل احراج